يسعى مشروع الجينوم الوطني إلى توفير فرص حياة صحية أفضل للأجيال القادمة وتحسين فرص العلاج ورفع جودة الخدمة الصحية والوقاية من الأمراض للأجيال الحالية، وذلك بتوفير قاعدة بيانات للحمض النووي للمواطنين والمواطنات. وحول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة جينان درويش، استشارية طب أطفال حساسية ومناعة وعلاج جيني. بعد التحية دكتورة جينان، كيف ستعود مشاركة المواطن في مشروع الجينوم بالنفع عليه، وما العائد على الشعب البحريني ككل من مشاركة 50,000 بحريني وبحرينية في مشروع الجينوم؟ مساء الخير للجميع. جينات الشخص نقدر نشبهها بجمل في كتيب تعليمات، تعطي تعليمات للجسم شلون يشتغل من خلال صنع بروتينات وصنع خلايا وأنسجة وأعضاء، إلى جانب الإشراف وتمديدهم بالتعليمات تحدد طريقة عملهم. الجينات لكن تمثل فقط 1-2% من إجمالي الجينوم للشخص. في المقابل مصطلح الجينوم يتكلم عن إجمالي الحمض النووي، وتقرير الجينوم يترجم 3 مليارات من قرائن قاعدية في ملف مكون من حروف، وهالحروف المختصين من أطباء وباحثين واختصاصيين الإحصاءات الإحيائية يحللونها للبحث عن طفرات جينية. تقرير الشخص المفصل يتعدى 150 صفحة مع الانتهاء من المشروع كامل. من خلال التقرير يتعرف الشخص أكثر على نفسه من خلال استشارة مطولة أو مجموعة استشارات مع استشاري متخصص في علم الجينات كلينيكي. على سبيل المثال أنواع الرياضة اللي يتفوق فيها، النظام الغذائي المناسب، مثلا إذا كان عنده طفرة خنقول في فاكتور 5 تخليه أكثر عرضة للتجلطات لا سمح الله، وهالمعلومة تفيده في حال لا سمح الله في يوم أصيب بكسر مثلا واحتاج أنه يظل في السرير الأكثر اليوم، بيحتاج أدوية مضادة للتخثر. في نفس الوقت التقرير ببين إذا جسم هالشخص يستجيب لأحد أدوية التخثر الدارج استخدامها وتعتبر الخط الأول فما يستفيد منه، فيوصف لك طبيبة البديل المناسب بناء على تقريره. مثلا إذا كان عندنا بعد شخص ثاني مثلا معرض للميلانوما سرطان الجلد، يكون قنطار الوقاية خير من العلاج، فبيلتزم سبل الوقاية من الشمس بما فيهم استخدام بشكل يومي واقي الشمس ذو جودة عالية يمتص الأشعة فوق البنفسجية قبل ما توصل لطبقات الجلد الداخلية تلحق الضرر فيها، ويتجنب أجهزة تسمير البشرة. لذلك أحب أحث جميع المشاهدين الكرام على المبادرة بزيارة مركزهم الصحي للاطلاع على استمارة الموافقة المستنيرة اللي فيها شرح وافي، ومن ثم التوجه للمختبر لسحب عينة الدم. هدفنا نوصل إلى عدد 50,000 مشارك، وما عندي أي شك إن كلنا كشعب بنتكاتف عشان نوصل لهذا العدد في مدة زمنية راح تكون قياسية وأسرع مما نتوقع. نعم. إذن ما الهدف من إنشاء مركز جينوم على مستوى عالمي في مملكة البحرين؟ الهدف أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، عودونا أن تكون مملكة البحرين من المقدمة على مستوى العالم ومنارة للعلم. فعلى سبيل المثال المملكة المتحدة التي تعتبر حاضنة أكبر مشروع للجينوم ابتدى مع مشروع 100,000 في إنجلترا اللي سمحت لي الفرصة أني أشارك فيه معاهم أثناء عملي في لندن، إلى أن تمدد إلى مشروع 500,000 في المملكة المتحدة بأكملها وثمارة بتظهر في 2022. كما سيطور الكادر الطبي والتمريض والفنيين التقنيين في المختبرات اللي يتميزون بكفاءة عالية، وسيتم إنشاء خطة عمل في القطاع الصحي طويلة المدى تكون استباقية في برامجها الوقائية وسباقة في منهجها العلاجي. وأخيرا وليس آخرا إنشاء فرص عمل في مجالات تعد استثنائية وغير تقليدية مثل تخصص النادر في العلاج الجيني وخبراء في المعلوماتية الحيوية وعلماء الأوبئة الجينية. نعم دكتورة جنان، ذكرتي بعض الحالات في إجابتك للسؤال الأول، ولكن كيف يمكن المقارنة بين حاضر التشخيص والعلاج ومستقبله في مع إتمام مشروع الجينوم؟
حاليا التشخيص يتطلب اجتهاد من الطبيبة وفترة من المريض وتحاليل كثيرة، منها ما يأخذ من وقت المريض ومنها ما يتطلب إقامته في المستشفى اليوم أو أكثر، وأحيانا نصيب وأحيانا ما تعود بنتيجة أو جواب شافي ووافي للمريض، كما هو الحال مع الأدوية اللي احتمال يستجيب لها مريض واحتمال ما ينتفع منها. مستقبلا بتكون الصورة معكوسة، أن المراجعين بيكونون أصحاء يبحثون عن سبل في الوقاية من الأمراض اللي عندهم قابلية لها وتقليل وطأتها بفضل تحليل الجينوم. تشخيص المرض بيكون أسهل بفضل تقنية تحليل الجينوم اللي بتتم في مركز الجينوم الوطني في مملكة البحرين، وبندخل مرحلة اسمها الطب الدقيق أو الطب الشخصي، أن لكل مريض خطة علاجية مخصصة لهذا المريض تناسبه، مفصلة على هذا المريض وتقتصر عليه المشوار وما يقتصر على نوع الدواء، ولكن حتى الجرعة المناسبة للشخص حسب المعلومات المستمدة من تقريره. وفي نهاية المطاف تطبيق المعلومات الجينومية بتعزز قدرتنا على اتخاذ قرارات مستنيرة ومناسبة في كل ما يتعلق بالرعاية الصحية. نعم دكتورة جنان درويش، نتمنى لكم كل التوفيق. كانت معنا إذن الدكتورة جنان درويش، استشارية طب أطفال، حساسية ومناعة وعلاج جيني. شكرا جزيلا لك.